مشاهدينا في كل مكان، تحياتي لحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم العرب في أسبوع. خلينا في البداية نقول لحضراتكم بعض المعلومات عن الثوابت. من أهم هذه الثوابت، هل تعلموا أنه الثابت الوحيد في التاريخ هو الجغرافيا؟ وهل تعلموا أيضا ماذا تعني كلمة جغرافيا أو جغرافيا مصر؟ لو حضراتكم سمعتوا حديث قبل كده بيقول ان مصر هي الوحيدة التي تستطيع او تقدر على ان تفرض على الجميع انه يسير في ركبها وفي معيتها. فعلا مصر باختصار هي صاحبة الحضارة والتاريخ والثبات ايضا الجغرافي. كل المتغيرات الجارية باتت بتسير في ركاب رؤية مصر الواضحة. مصر استطاعت أن تسقط جماعات الشر وقوى الخراب والدمار والتدمير والتشريد. مصر أيضا أسقطت جماعة الإفك التي تسمى بالإخوان حتى تلفظها محيطها الجغرافي بأسره. مصر كانت قادرة على أن تكشف جميع الأقنعة. باختصار، مصر القادرة على فرض التاريخ وفرض الحاضر وفرض أيضا المستقبل. ده هيكون محور نقاشنا الهام جدا مع ضيفي الكريم الدكتور مصطفى حنزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة. لكن دعونا في البداية نستمع إلى هذا التقرير المفصل عن سقوط هذه الجماعات إلى ما كانت عليه. فابقوا معنا بعد متابعة هذا التقرير. مؤشرات متلاحقة ومعطيات واضحة على بداية النهاية لجماعة الإخوان الإرهابية عربيا وإقليميا. تلك الجماعة التي اتخذت من العنف والإرهاب ضربا ومنهجا لتحقيق مآربها السياسية التي لم تحمل في طياتها خيرا قط. مآرب سياسية إخوانية لم تقتصر وسائل تحقيقها على العنف والإرهاب فقط، بل تضمنت أيضا خططا شيطانية تستهدف جذب الجموع من خلال تحريف وتشويه مفهوم الوطنية والتحريض بالقول والفعل ضد كل من يعارضهم أو يختلف معهم، تماشيا منهم مع قواعد الفكر الإخواني الذي لم يقبل يوما رأيا أو فكرا مخالفا لثوابتهم الفكرية الهادمة للدين قبل الأوطان. ولكن صورة الحمل المزيفة التي لطالما عكستها الجماعة الإرهابية بدأت في التكشف الآن للعالم أجمع، مكشرة عن أنياب الذئب حتى داخل معقلها الحالي المتمثل في تركيا، حيث تشهد الجماعة تراجعا كبيرا في شعبيتها هناك. وتلقى أردوغان وحزبه الإخواني ضربة ثانية قاسمة حملت الكثير من الدلالات إثر فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول، متغلبا على مرشح أردوغان بن علي يلدرم في الانتخابات التي أعادها أردوغان بالقوة بعد إلغائه نتائج انتخابات آخر مارس الماضي والتي فاز فيها إمام أغلو، وذلك مثل ما لا ينبغي وصفه بأقل من الكارثة على النظام التركي، خاصة مع مظاهر الفرحة العارمة التي اجتاحت إسطنبول عقب إعلان النتائج تعبيرا عن التخلص من العبء الذي شكلته الجماعة الإرهابية وحزبها على المدينة. المشهد في تركيا ليس منفصلا عما يحدث بمناطق عدة من الشرق الأوسط من الاستهجان والرفض الشعبي لسياسات إخوانية لم تأتي إلا بالدمار والويلات لشعوب المنطقة. ففي الأردن صدر قرار من محكمة التمييز بحل جماعة الإخوان غير المرخصة، الأمر الذي يخرج الإخوان من دائرة الحياة السياسية الأردنية. أما تونس التي تعاني من أزمات اقتصادية فتسير بخطوات متسارعة نحو خلع العباءة الإخوانية ونفض غبار سياساتها الفاشلة التي أضرت بالبلاد والعباد. بينما موريتانيا كان موقفها أكثر وضوحا مع إعلان لجنة الانتخابات فوز وزير الدفاع السابق محمد الغزواني بمنصب الرئاسة أمام مرشح الإخوان. توابع الزلزال الإقليمي الذي أنذر بانهيار جماعة الإخوان الإرهابية عرفت بداياتها بالزلزال القوي الذي ضرب العمق الإخواني في مصر بثورة 30 من يونيو عام 2013، حينما تكاتف الشعب مع جيشه لينقذوا بلدا فطنا إلى مخططات تستهدف النيل منهم ومن وطنهم، لترتسم بذلك معالم البداية
لطريق التقدم والازدهار. رجعنا لحضراتكم ومرة أخرى برحب بضيفي الكريم الدكتور مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة. تحياتي لك يا دكتور. أهلا بحضرتك. طيب خلينا نقول، هل نستطيع القول أنه في البداية الجماعات الإرهابية بشكل عام راهنت على ذاكرة الشعوب أنها قصيرة المدى وخسروا هذا الرهان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا أنا يعني شايف أنه هو مش الفكرة في الرهان على ذاكرة الشعوب، لأن بالفعل هي ذاكرة الشعوب ربما تكون قصيرة أو ربما تكون سمكية، الشعوب تنسى كثيرا وتنسى سريعا، ولذلك كثير من المصريين تعاطفوا في فترة من الفترات مع جماعة الإخوان في مصر، وحينما بدأوا يعني ممارسات العنف على أرض الواقع استعادوا التاريخ القديم للجماعة وبدأوا يعني يتدارسوا مرة أخرى أعمال الإرهاب التي كانت في خمسينات القرن الماضي. فهذه الشعوب بشكل عام يعني لا تستمر الأمور في ذاكرتها لفترات طويلة، لكن في يعني ما نستطيع قوله أن جماعة الإخوان بشكل أكثر دقة تراجعت كثيرا في شعبيتها وتراجعت كثيرا في مستقبلها السياسي، يعني هي في انحصار وفي انحدار بشكل ملحوظ. طيب ايه الاسباب اللي ممكن نرجع اليها هذا الامر، وخصوصا احنا عندنا خساره فادحه مؤخره في الانتخابات التركيه، يعني دي من ابرز ربما الخسائر الفادحه لاردوغان او للاخوان بشكل عام والجماعات الارهابيه، يعني كلهم بينتسبوا الى نفس المصدر، سبب هذه الخساره ايه؟ تمام، احنا بس خلينا في الاول نفرق بين امرين، بين تراجع تيارات وتنظيمات وجماعات الاسلام السياسي وبين تراجع الظاهره نفسها. لان تراجع التيارات قد لا يعني بالضروره تراجع الاسلام السياسي، فهذه التيارات تنظيمات موجوده بالفعل، لكن الاسلام السياسي فكره او ظاهره قد لا تموت بموت هذه التنظيمات. تقول هناك تيارات اخرى او تنظيمات اخرى ممكن تطلع تتبنى نفس بالتاكيد الفكره ممكن تتمحور في اسماء اخرى او تتلون في اشكال اخرى، وهذا حدث قديما ويحدث حديثا. لذلك نحن نقول ان التنظيمات اخطر من التنظيمات اصعب في مواجهتها من الفكر، والفكر اصعب ايضا، يعني هذا له خطوره وهذا له خطوره. يعني خطوره الفكره انها تحتاج لفترات طويله حتى تقضي عليها، أما التنظيمات فيمكن القضاء عليها بمجرد إرادة سياسية من بعض الأنظمة. الأفكار تحتاج تضافر من المجتمعات وأيضا من الأنظمة السياسية. خلينا يعني مثلا نمثل بتركيا. ما حدث في تركيا هو لطمة كبيرة وربما لطمتين على وجه أردوغان والحزب الحاكم هناك، والذي يعد فرعا لجماعة الإخوان المسلمين. حينما يفوز أغلو في انتخابات بلدية اسطنبول، فاسطنبول بالنسبة لتركيا ليست بلدية عادية، وإنما كما يقول عنها أردوغان نفسه، من يفوز باسطنبول يفوز برئاسة تركيا. وهذا نذير شؤم على حزب العدالة والتنمية، ونذير خير إن شاء الله للشعب التركي الذي قرر مصيره بهذه الانتخابات. وكذلك في معطيات مهمة جدا في هذه الانتخابات تدل على تراجع الإخوان المسلمين هناك أو الإسلام السياسي بشكل عام، أن المرشح المنافس كان يعني شخصية كبيرة قيادية، رئيس وزراء سابق، رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، فارق الأصوات كان كبيرا أكثر من 13 ألف صوت للمرة الثانية بعد طعن حزب العدالة والتنمية، يعاد فرز الأصوات وأيضا تخرج النتيجة بهذا الفارق الكبير. هذه البلدية على وجه التحديد كانت فاتحة خير على أردوغان نفسه، هي التي أوصلته إلى حكم الرئاسة. تركيا رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية. ولذلك يعني أنا شايف إن هي عكست فشل التجربة الإسلامية أو تجربة الإسلام السياسي في الحكم في تركيا، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي مرت بها تركيا، ارتفاع نسب البطالة، التضخم، يعني تراجع الليرة طبعا بشكل ملحوظ. وأنا في تقديري أن إذا استمر أردوغان في الحكم وإذا استمر حزبه في الحكم وإذا لم ينتبه الشعب التركي في باقي البلديات،
أعتقد أن الاقتصاد سيسوء أكثر من ذلك. طيب تراجع أردوغان، وكما ذكرنا في الانتخابات مؤخرا في اسطنبول، يعني فوز إمام أغلو على مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدرم، كل هذه المؤشرات سببها في الأصل أنه أردوغان سقط أو تراجع سياسيا واقتصاديا، ولا أنه أردوغان فضل الإخوان والجماعة ومصالح الجماعة على شعبه التركي في المقام الأول؟ أيهما أقرب لسقوطه أو تراجع شعبيته؟ هما الاثنين في الحقيقة، لأن الشعب التركي غير مؤدلج، يعني زي مش زي ما كثير من الناس فاهمة أن الشعب التركي شعب مؤيد للإخوان، الكلام ده غير صحيح. الشعب التركي أيد أردوغان بسبب أنه رأى في فترة من الفترات يعني صعود اقتصادي، هذا الصعود لم يستمر طويلا. يعني التأييد والرفض عند الشعب التركي هو تأييد للاستقرار، فحينما رأى هذا الشعب أن استقراره بدأ يتأثر باستمرار حكم أردوغان وسياساته سواء داخليا أو خارجيا، قرر أن يقرر مصيره بشكل مختلف مع حزب آخر في بلدية مهمة مثل بلدية اسطنبول، وأنا أعتقد أنها بداية يعني سقوط هذا الحزب الحاكم وصعود أحزاب أخرى تتنافس يعني على خلافته، على رأسها طبعا حزب الشعب. وأيضا يعني في تقديري أن الشعب غير متمسك بأردوغان كحاكم وغير متمسك بحزب العدالة والتنمية، وكثير من المحيطين بأردوغان في الفترة المقبلة سينسحبون ويقفزون من هذه السفينة التي كادت أو أوشكت على الغرق. يعني وهذه برضو يعني برغماتية الإخوان كما هي معهودة في كثير من الدول وتاريخها مشهود بذلك، حينما تغرق السفينة أو على وشك الغروق أو على وشك الغرق تبدأ تقفز منها الى الكفه الراجحه او الرابحه، أو هي تبحث عن بالضبط، هي تبحث عن الفوز في اي مكان. طيب هنا خليني اقول لحضرتك في هذا السياق، ربما هناك يعني قراءات كثيره بتقول انه تزايد عدد المنشقين عن التنظيم بعد ثبوت ضلوعه في عمليات بعينها او استهداف يعني استراتيجيه تستهدف ضرب استقرار المجتمعات العربيه، هكذا تقول، هل ده الاقرب ولا انه زي ما حضرتك بتقول انه خلاص بدا التنظيم في الغرق بشكل عام، فاحنا يعني بنحاول ان احنا نفر هاربين قبل أن تغرق السفينة، يعني مين أقرب؟ هو المنشقين عموما من الإخوان المسلمين ومن التنظيمات الإسلاموية ديت هم على قسمين غالبا، قسم مؤيد للفكرة ومختلف تنظيميا، وده الأغلب بالمناسبة، يعني كتير من اللي تقدموا باستقالاتهم أو انسحبوا من أحزاب في موريتانيا زي حزب تواصل على سبيل المثال لم يكونوا معترضين على فكرة الجماعة أو فكرة حسن البنا أو مشروع الإخوان المسلمين، وإنما كانوا معترضين على سياسات الإخوان، وهذا حدث في مصر أيضا حينما انشق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن حزب أو عن جماعة الإخوان المسلمين وأسس حزبا بمفرده وهو حزب مصر القوية، أراد بهذا الانفصال انفصال تنظيمي وليس انفصالا فكريا. ويعني أنا ربما سألته في إحدى المرات في لقاء معه، انفصالك كان انفصالا تنظيميا وهو أكد ذلك، لأنه معتقد ويعتمد فكرة حسن البنا ولا يعني يعترض عليها. الشق الآخر كفر بالجماعة فكرا وتنظيما، وده أيضا موجود وهو يعني عدد لا بأس به، وهؤلاء بدأوا في فاتح جماعة الإخوان المسلمين من خلال ما لديهم من تاريخ ومعرفة ويعني معاصرة ومعايشة لهذه الجماعة من الداخل، وهؤلاء نطلق عليهم منشقين. التانيين أنا بصراحة يعني وصف المنشق لا يليق بهم أبدا، يعني يطلق عليهم خطأ. خلينا نقول هاربين او بيحاولوا هاربين يعني بالظبط يوصلوا لبر الامان لما حسوا خلاص انه السفينه تغرق بالظبط. طيب مركز اخر او نقطه اخرى فيها هزيمه للتيارات زي ما قلنا الاسلاميه او الاسلام السياسي هي موريتانيا، ربما كانوا بيعولوا على الانتخابات الاخيره في موريتانيا الا انه زي ما قلنا كانت هزيمه اخرى للتيارات الاسلام السياسي، لماذا تعد موريتانيا نقطه مهمه كانت بتعول عليها تركيا وقطر، وايه هي مدى اهميتها بالنسبه لهم؟ لأن موريتانيا فيها تواجد إخواني قديم، وفيها حزب بالفعل يمارس العمل السياسي، بل يمارس العمل حتى قمة الهرم السياسي، يعني هو في الأخير كان يراهن على الوصول إلى قمة الحكم
أو رأس الحكم بالانتخابات الرئاسية بترشيح محمد ولد بوبكر، وكان كل التأييد وكل الحشد كان من جماعة الإخوان لهذا المرشح، ولكن الشعب الموريتاني أيضا صفع هذه الجماعة صفعة أخرى باختيار المرشح المنافس محمد ولد الغزواني. فيعني أنا في تقديري أيضا أن هذه ضربة قاسمة الظهر لجماعة الإخوان هناك لسبب، لأن قبل هذه الانتخابات بأشهر حدث هروب جماعي أيضا من جماعة الإخوان من حزب تواصل، وحصل انشقاقات وحصل انسحاب من الحزب بشكل كبير، ومنها قيادات كبيرة جدا. يعني أنا ممكن أذكر على سبيل المثال وليس الحصر برلماني سابق عمر الفتح، وده أحد مؤسسي التنظيم في موريتانيا، وكان نائب أكبر ثاني دائرة في من الدوائر الانتخابية في موريتانيا بعد نواكشوط من حيث الكثافة السكانية يعني. وفي محمد عبد الجليل، وده برضو كان عضو مجلس شورى حزب تواصل، وكان في دكتور اتنين سيدات، الدكتورة لالا بنت سيدي الأمين دي عضو مجلس شورى تواصل، والدكتورة عيية بنت عالي، ودي أسامي كبيرة جدا داخل جماعة الإخوان. السفير السابق المختار ولد محمد موسى برضو استقال من كل الأجهزة داخل جماعة الإخوان، وهؤلاء في الطريق إلى تكوين، بعضهم في الطريق إلى تكوين حزب آخر يكون بديلا لحزب تواصل، ودي برضو خدعة إخوانية تمارس كثيرا. انشقاق فكريا ولا تنظيميا؟ تنظيميا. يعني الأحزاب أو الأوجه الأخرى اللي بيسعوا للانضمام إليها كيانات أيضا تتبنى نفس الفكر، الفكر الإسلام السياسي. مظبوط. والدليل على كده أن السيدتان اللي انسحبوا قالوا في بيان انسحابهم أو استقالتهم أن السبب الأساسي هو موقف الحزب من الإصرار على ترشيح محمد ولد بوبكر في مقابل المرشح الآخر اللي هو يعتبر مرشح الأغلبية أو مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا، محمد ولد الغزواني اللي كان وزير دفاع سابق. وهاتان الشخصيتان أو السيدتان قالوا بأن هذا من تغليب المصلحة العامة، يعني شايفين أن المرشح الآخر للمصلحة العامة أفضل، أما مرشح الجماعة فأنت بتضيق يعني مصالحك الشخصية وتغلبها أو مصالح جماعتك وحزبك. قد تكون هذه مناورة سياسية من المنسحبين من جماعة الإخوان في موريتانيا بشكل كبير، وهي يعني استراتيجية موجودة عند الجماعة من السابق أن هي تظهر جناح من الأجنحة من باب توزيع الأدوار، علشان في المستقبل إذا رجحت كفة المرشح الآخر يكون لنا مندوبين عنده أو مقربين له في السلطة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه حين يؤسس هؤلاء المنشقون حزبا آخر ربما يلقى تأييدا من بعض الناس باعتباره أنه حزب يعارض جماعة الإخوان المسلمين في الظاهر، ولكنه في النهاية يعني غالب ظني أنه سيكون وجه آخر لجماعة الإخوان وليس بديلا عنها. تمام. طيب يعني خلينا نقول ما حدث في تركيا وما حدث في موريتانيا تحديدا، لأن موريتانيا كما حضرتك ذكرت مؤشرات بتقول أنه بشكل كبير كان يفوز فيها المرشح الإخواني، لكن ما حدث كان العكس. يعني ده بيعكس إيه؟ مدى ثقافة أو وعي أو إدراك الشعوب لما حدث طيلة الفترة المنصرمة بشكل أكبر، لأنه ناس كتير كانت بتتوقع العكس تحديدا في موريتانيا. هو ده صحيح، بس خلي بال حضرتك ان قبل الانتخابات بأشهر حصل حملات حكومية وأمنية على عدد كبير من جمعيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين داخل موريتانيا، وأعلنت السلطات الأمنية وثائق تدين هذه الجمعيات بالفعل، وأنها تنشر أفكارا إرهابية وتتلقى تمويلات أجنبية من جهات يعني لا يجوز التمويل من خلالها أو منها، وده كشف للشعب الموريتاني حاجات برضو ما كانوش يعرفوها. الشعوب بشكل عام أغلبها بعيد عن السياسة، فبالتالي هو يجهل قواعد كثيرة، والإنسان عدو ما يجهل. إذا كنت تجهل قواعد العلوم السياسية أو قواعد اللعبة السياسية فبالتأكيد أنت يعني ستعادي هذه القواعد لأنك لا تعلمها. فحينما كشفت لهذه الشعوب أوراق كثيرة أو وثائق كثيرة كانت تخفى عنهم، نظرتهم تغيرت ومواقفهم تغيرت. كانوا بالفعل متعاطفين مع جماعة الإخوان في السابق، ولكن هذا التعاطف قل كثيرا، وطبعا ده واضح أن يعني محدش من الأطراف اللي هي الخاسرة طعن على الانتخابات. يعني
لا في تركيا بعد الطعن الأول خلاص طبعا أعيدت الأصوات، وفي موريتانيا لم يشكك أحد في النتيجة، بل هم أنفسهم كانوا يتوقعون فوز المرشح الآخر وكانوا يصفونه بمرشح الأغلبية، يعني كانوا يعرفون حجمهم الحقيقي. وبالمناسبة يعني عايزين نقول أنه يعني وصول تيار أو تنظيم إسلامي إلى الحكم في بلد من البلاد لا يعني أو لا يتناسب بالضرورة مع حجم شعبيته على الأرض، لأن دي لها حسابات أخرى. يعني حتى لما وصل الإخوان في مصر إلى الحكم بعد الثورة وصلوا بفارق ضعيف جدا من الأصوات، من يعني 51 تقريبا بعد اتحاد جماعة الإخوان المسلمين بالسلفيين بكل أبناء التيار الإسلامي تقريبا كانوا على قلب رجل واحد في جولة الإعادة مع أحمد شفيق، والشعب المصري باقي أطيافه كلها كانت مع المرشح الاخر. فيعني انت متخيله ان يعني حشدوا كل ما في جعبتهم وخدوا 51% تقريبا. طيب يعني ده معناه ان هو قوتهم التي يتغنون بها من 90 سنه وان احنا لينا وجود ولينا كيان ظهر ان هي غير حقيقيه بالفعل، وان هي مجرد يعني فقاعات صابون زي ما بيقولوا يعني. طيب نقدر نقول المحطه القادمه لايضا توجيه صفعه اخرى جديده للاسلام السياسي وجماعات الاسلام السياسي ممكن تكون في تونس مثلا، حزب حركه النهضه نقدر نقول انها سوف تكون الخاسر القريب؟ هو بالتأكيد بعد ما يعني ظهر اليوم من تراجع حالة الرئيس التونسي واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية أيضا، واستعداد حزب حركة النهضة في تونس للانتخابات، وقد أعلن قبل ذلك راشد الغنوشي عن استعداده للترشح إذا قرر الحزب ذلك، كل هذه المعطيات تقول أن النهضة في تونس ستكون لاعب أساسي في المرحلة المقبلة سياسيا. لكن فرص لعبة النهضة قوي ولا ضعيف؟ ما أنا بقول لحضرتك هي فرص النهضة بكل تأكيد ستكون ضعيفة، لأن كرة الثلج بدأت من مصر. حينما سقطت الجماعة الأمة في مصر كانت كل هذه الأفرع يعني آيلة للسقوط عاجلا أو آجلا. وحضرتك حتى تتذكري وقتها جماعة الإخوان في تونس تراجعت خطوات إلى الخلف بعدما كانت تسعى للوصول إلى قمة الهرم السياسي في تونس، بدأت تشارك فيه وتغلب مبدأ براجماتي عندها اللي هو مبدا المشاركه لا المغالبه، اسف المشاركه لا المغالبه. وهذا المبدا يعني هو مبدا نفعي يلجؤون اليه عندما لا تستطيع او لا تقوى الجماعه على الوصول الى قمه الحكم، ولذلك تخلوا عنه في مصر حينما تمكنوا من ذلك. جماعه الاخوان في تونس ستسير على نفس هذا النهج، هتحاول ان يكون لها موطئ قدم في الانتخابات الرئاسيه المقبله، ولكن الشعب التونسي اعتقد انه جرب الاسلاميين هناك والتجربه الاسلاميه لم تثبت نجاحا، وكمان ثبت حاجه مهمه جدا ان هم لهم وجهان، وجه دعوي ووجه سياسي، حاولوا في الفترة الأخيرة الفصل بين الوجهين ولكنهم فشلوا أيضا، لأنه كان فصلا كحبر على الورق يعني. وعبد الفتاح مورو أكد ده، قال إن اللي يفهم قرار الحركة بإن احنا فصلنا الدين عن السياسة يبقى هو ما فهمش القرار. ده كلام واضح جدا إن هو كان قرار شكلي علشان بس الناس تفهم أو الناس يعني ما تقولش إن هم بيوظفوا الدين، ولكن هو في الأساس جماعة توظف الدين توظيفا سياسيا زيها زي أخواتها في كل الوطن العربي أو في العالم كمان. في تقديري أن الجماعة في تونس ربما لا تحصل على حتى التأييد التي حصلت عليه في السابق، يعني هي في السابق لم تصل إلى قمة الهرم السياسي ولم تكن تستطيع أن تصل، في القادم كمان هيكون أضعف أقل من ذلك. طيب يمكن احنا تابعنا، ما زلنا في تونس تابعنا التفجيرات اللي حصلت النهارده في قرب العاصمة التونسية، التونسيين خرجوا وهتفوا ضد الغنوشي وزي ما قلنا حزب النهضة وأيضا الإخوان، ليه بشكل عام بترتبط هذه الأعمال العدائية الإرهابية بهذه الجماعات؟ ليه أصبح هذا الارتباط ارتباط شرطي ويعني ما فيش خلينا نقول مبررات أو تفسيرات أخرى، هو ده التفسير الوحيد لدى الشعوب عند حدوث أي عمل إرهابي؟ لأن جماعة الإخوان بالأساس هي الجماعة الأم
التي خرج من رحمها ومن تحت عباءتها كل التنظيمات التي جاءت بعدها بما فيها التنظيمات الإرهابية. يعني إذا تحدثنا على سبيل المثال عن تنظيم داعش، فتنظيم داعش هو امتداد لتنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة زعيمه ومؤسسه أسامة بن لادن هو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعترف بذلك أيمن الظواهري في مقطع فيديو معروف وشهير حينما قال أن أسامة بن لادن كان عضوا في جماعة الإخوان وأرسلوه إلى مهمة في بيشاور ويعود بعدها، وهو لم يعد فبالتالي خالف أوامر التنظيم ففصلوه، فكان يحب أن يطلق على نفسه الأمير المفصول. يعني هذا اعتراف صريح. بالنسبة لداعش على سبيل المثال، أبو بكر البغدادي اعترف أيضا دكتور يوسف القرضاوي القيادي الإخواني الشهير أنه كان إخوانيا. فإذا كان هذه القيادات الكبيرة للتنظيمات الإرهابية الموجودة في الساحة السياسية الآن هي جزء من جماعة الإخوان بشكل أو بآخر، امتداد لها بشكل أو بآخر، خرجت من رحمها في النهاية، كل هذه التنظيمات تدين بالولاء وتدين بالعلم لسيد قطب اللي هو يعتبر أحد رموز الإخوان المسلمين في التكفير واستخدام العنف وجاهلية المجتمع وتكفير الناس وتكفير الأنظمة ومواجهتها. فإذا كان هذا هو المنهج والحبل السري اللي بيربط كل هذه التنظيمات هو العنف، يبقى احنا ازاي لما يجي حادث إرهابي هنستبعد جماعة الإخوان؟ بل بالعكس، حينما ثارت فرنسا وقاومت داعش والقاعدة أو عملت مؤتمر كبير حضره ماكرون الرئيس ماكرون، يعني بصراحة كان شيء مستفز، أنت بتحارب القاعدة وداعش وتترك محاربة الإخوان المسلمين اللي هي رأس الأفعى في هذه التنظيمات كلها. يعني المفترض أنك تبحث عن الجذور والأسباب علشان معالجة الأسباب يعالج الأمر بالضبط. فأنا في تقديري أن الشعوب لديها وعي كبير جدا، فلما يأتي مسألة أو حادث إرهابي زي كده هم بيتجهوا لصاحب المصلحة. من صاحب المصلحة في زعزعة الأمن في تونس؟ بالتأكيد أي حد بيعمل إرهاب ضد النظام أو ضد الدولة أو ضد الأمن هو مستفيد منه في النهاية، يعني الجهات اللي هي تعتبر تسعى للوصول إلى السلطة أو الحكم يعني. طيب دلوقتي التنظيم الدولي للإخوان يعني بيتعرض لانتكاسات وهزائم متلاحقة، هل نستطيع القول أن ده بينذر بانهيار التنظيم الدولي للإخوان بشكل كبير، ولا ممكن يكون بمقدوره العودة مرة أخرى والتلون في أشكال مختلفة زي ما حضرتك قلت كده بيندرجوا تحت مسميات أو كيانات مختلفة للعودة مرة أخرى؟ هو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يعني نريد أن نتعامل معه في إطار معين، يعني لا نهون منه ولا نهول منه، يعني نتعامل معه دون تهوين أو تهويل، لأن البعض بصراحة بيقولك ده ما فيش حاجة اسمها تنظيم دولي، ده خلاص ده اختفى. لا، الكلام ده غير صحيح. والبعض يقولك ده التنظيم الدولي يتحكم في مش عارف 60 دولة في العالم. لا، هو موجود في 60 دولة في العالم لكن لا يتحكم، لكنه لا يتحكم، حجمه مش بكل هذه العظمة التي يتصورها البعض. التنظيم الدولي هو يستمد قوته من أكثر من شيء، منهم الدعم الدولي. يعني إذا كانت دولة زي لندن بتأوي جماعة الإخوان المسلمين وتفتح لها أبوابها كلجوء سياسي وغيرها كمان من التنظيمات الإرهابية هناك وعناصر إرهابية شهيرة زي هاني دهب وغيره، ناس كتيرة جدا هربانة. هذه الدول، ألمانيا على سبيل المثال في 2005 لما جلست على طاولة واحدة مع جماعة الإخوان في مصر واتفقوا على اتفاقات يعني تخص المسلمين في أوروبا وفي ألمانيا وإزاي يحتووا هذه التنظيمات العنيفة هناك مقابل أن تدعم ألمانيا جماعة الإخوان، فهذا الدعم الدولي للتنظيم هو اللي بيخليه يستمر شيئا ما، ويتم توظيفه طبعا زي ما حضرتك عارفة من أكثر من جهة، توظيف سياسي إن هم يكون لهم سيطرة على الدول التي يصل فيها جماعة الإخوان إلى الحكم زي ما كان مخطط في مصر. مخطط في مصر أن تصل جماعة الإخوان للحكم فتدير هذه الجماعة دول كبرى زي أمريكا وزي أوروبا يتحكموا في مصير الدولة، لأن هذه الجماعات ضعيفة وليس لديها خبرة كافية بإدارة شؤون الدول، بالتالي تحتاج إلى دول كبرى يعني تعطيها المشورة وفي نفس الوقت تستفيد منها. هذا من الناحية السياسية. من الناحية الاقتصادية هذا التنظيم أيضا يستفيد منه هذه الدول لأنه له وجود اقتصادي كبير جدا في ألمانيا وفي أوروبا وفي أمريكا. أنا يعني حتى حظر جماعة الإخوان في أمريكا القرار الذي لم يصدر بعد ولن يصدر لأنه قرار صعب جدا، وأنا أعتقد أن الرئيس ترامب حينما وعد بهذا في برنامجه الانتخابي كان يعي تماما وكان متيقن أنه لن يستطيع الوفاء بهذا. ولذلك
إلى الآن لم تحظر ولن تحظر جماعة الإخوان في أمريكا. والدواعي الاقتصادية أكثر من الدواعي السياسية كمان، لأن أنت هناك الإخوان منتشرين كمؤسسات وككيانات اقتصادية وكجمعيات في مسميات أخرى. مفيش جماعة في أمريكا أو في أوروبا اسمها جماعة الإخوان المسلمين. هحظر إيه؟ هحظر أشخاص هلامية، لكن الأمن يعرف جيدا من يمثل جماعة الإخوان في هذه الجمعيات أو في هذه الأنشطة الاقتصادية. فلذلك المصلحة الدولية أو مصلحة هذه الدول الكبرى أن يستمر تنظيم الإخوان المسلمين سواء اقتصاديا. طيب العقوبات بقى اللي بتفرض في حال تم ثبوت الأشخاص أو الكيانات الممولة أو الداعمة للإرهاب أو اللي هي تتلون في شكل الإسلام السياسي يعني. ما هي المشكلة أنهم لا يرون جماعة الإخوان جماعة إرهابية. ما هو من البداية إذا احنا وصفنا الجماعة بالوصف الصحيح زي الوصف القانوني الموجود في مصر، حتى الأردن بالمناسبة إلى هذه اللحظة لم تصنف جماعة الإخوان جماعة إرهابية على الرغم من أنها يعني محظورة وفق القانون. يعني في قرار من الأردن صدر بالضبط، هذه المحكمة المحكمة التمييز الأردنية قضت بقرار بتنفيذ قانون صدر في الخمسينات بأن هذه الجماعة التي تأسست سنة 46 جماعة منحلة وفق من تاريخ 53 بالضبط، من سنة 53. طب لو هي جماعة منحلة من سنة 53 موجودة ازاي ولها أعضاء في البرلمان الأردني وجلس معها الملك من أسابيع قليلة، جلس مع الكتلة النيابية لحزب الإخوان في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي، ووعدهم بأنه لن تكون جماعة الإخوان إرهابية. يعني أنت هنا الوصف في جماعة الإخوان في الأردن تحديدا أصبح زي مصر في عهد مبارك. جماعة الإخوان كانت في حالة كده اللي هي محظورة قانونا ولكن ليست إرهابية، فتعمل تعمل بشكل مستقل، لها نشاط سياسي وتصل إلى الحكم ويبقى عندها 88 مقعد في مجلس الشعب. نفس الكلام هو ما يحدث في الأردن الآن. هناك جماعتان، جماعة رسمية، جماعة مرخصة وفق قانون الجمعيات الأهلية واسمها جمعية الإخوان المسلمين، وجماعة أخرى اللي هي المحظورة قانونا. طيب أخيرا يا دكتور خلينا نتكلم عن، ربما احنا النهاردة بنتكلم عن انتكاسات الجماعة وأيضا الإسلام السياسي بشكل عام وما يحققه من خسائر الفترة دي. كانت أكبر خسارة ربما مدوية واللي العالم كله قاعد يتكلم عنها هي الخسارة لجماعة الإخوان الإرهابية على أرض أو على أيدي الشعب المصري. كيف تقرأ هذه التجربة ومدى تأثيرها على الكثير من الدول في أن نقول أن هذه الجماعات تصنف أنها جماعات إرهابية ونبدأ في محاربتها؟ نتكلم عن التجربة المصرية. الإخوان في مصر طبعا باعتبارها بلد المنشأ من سنة 28، يعني 91 سنة تقريبا، حينما وصلت إلى الحكم كان بقالها في العمل الدعوي أو العمل السياسي، هي الجماعة السياسية في الأساس، أكثر من 80 سنة. أنا بقول إن الجماعة قعدت أكثر من 80 سنة تفكر في الوصول إلى الحكم ولم تفكر لحظة واحدة كيف تحكم. يعني هي طول حياتها بتفكر إزاي نوصل، طب إزاي تحكم؟ ده ما كانش حاضر على خريطة أو خريطة عمل جماعة الإخوان ولن يحضر. وبالمناسبة حتى التنظيمات الموجودة في الدول الأخرى، في موريتانيا لو كانت وصلت جماعة الإخوان إلى الحكم ما عندهاش مخطط تمشي عليه. بالمناسبة ده سبب رئيسي وأساسي في الانهيار السريع طبعا، إن ما فيش أصلا تصور. جماعة الإخوان لا تريد أن تتخلى عن أدبياتها القديمة التي لا تتناسب مع العصر. إذا كانت الديمقراطية حرام، إذا كانت الأحزاب غير جائزة شرعا زي ما بيقول حسن البنا وطالب الملك فاروق بحل هذه الأحزاب السياسية، وقال إن جماعة الإخوان ليست حزبا من الأحزاب ولن تكونه في يوم من الأيام، هي كانت وأصبحت، فهم براجماتيين نافعين. الشعب المصري لقن هذه الجماعة درسا لن تنساه، لأن هي يعتبر يعني 80 سنة ده تاريخ. أنت 80 سنة بتدي زيت وسكر وبتعمل خدمات وبترعى الأيتام وبتكفل المساكين. أنا مش ضد هذه الأعمال الخيرية بالمناسبة، لأن الناس فاكرة إن الناس الرافضين لجماعة الإخوان رفضها لأعمالها الخيرية. أعمال البر والخير إحنا بنرحب بها قبل أي حد، بس تكون بأهداف مش دينية، مش هدفها الوصول لهدف أو أغراض أخرى. بالضبط، انت مشكلتك انك بتوظف هذه الاعمال للوصول للسلطه. والدليل على ذلك ان اول رمضان في حكم جماعه الاخوان المسلمين لم تقم بتوزيع الاعمال الخيريه والشنط الرمضانيه اللي كانوا بيوزعوها قبل ما يوصلوا للحكم. وفي اليمن حينما وصل الاخوان الى الحكم وكان وزير التجاره هناك اخواني، ارتفع سعر الزيت والسكر بعد ما مسكوا،
يعني يعني هم بيجوا بنتائج عكسية على الشعوب حينما يصلوا إلى الحكم. أنت برا الحكم ممكن تؤدي أداء سياسي أفضل، خليك برا الحكم. أشكرك شكرا جزيلا، وأكيد الحديث بقي في هذا الموضوع لا ينتهي الحديث فيه. شكرا جزيلا الدكتور مصطفى حمزة مدير مركز الدراسات للإسلام السياسي بالقاهرة، نورتني يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل. بعد الفاصل هيكون عندنا جزء آخر من الحلقة النهاردة، هنتكلم فيه عن الوجه الآخر أيضا لهذه الجماعات الإرهابية المتأسلمة واللي لا تقل خطورة أبدا عن ما كنا نتحدث عنه، الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان. هنتكلم عن ميليشيا الحوثي المتمردة، ولكن بعد فاصل قصير. تابعوا. تحياتي لحضراتكم مرة أخرى، وزي ما قلنا هنتكلم عن أيضا ميليشيا الحوثية المتمردة، وهي أيضا من الميليشيات الإرهابية شديدة الخطورة والتي تعبث بأمن واستقرار ووحدة اليمن. ضيفي الكريم لهذا النقاش معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الكريم الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن. أولا تحياتي لك أستاذ عبد الكريم. أهلا أستاذ. أهلا بك يا فندم، نورنا. خلينا نتكلم عن العملية النوعية الأخيرة ربما التي حدثت في اليمن، القبض على تنظيم داعش، أمير التنظيم. هو تغير ربما نوعي نستطيع القول فيما يحدث في العمليات في اليمن وفي المشهد المتشابك، هل ده بينذر بأن هناك خلايا نائمة في اليمن لداعش؟ بالتأكيد اليمن يعتبر من أخطر الجماعات، تتواجد فيه من أخطر الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، والمخابرات العالمية تعي بهذا الكلام. نحن محافظة أبين تعج بالجماعات الإرهابية، محافظة البيضاء، محافظة تايز، محافظة صيف، العديد. ولكن إذا أردنا نتطرق للعملية التي حصلت مؤخرا لاغتيال أمير داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر، دعينا نقارن بينها وبين ما قامت به الفرقة السادسة من الكوماندوز الأمريكي في مطلع 2017 في محافظة البيضاء. وتعتبر العملية الأخيرة التي قامت بها قوات التحالف مع القوات الحكومية اليمنية تقدم كبير جدا، ينم عن دقة المعلومات الاستخباراتية وصحتها. والجماعات الإرهابية كلنا نعلم إذا فكت الشفرة البداية تفتك بقية الشفرات، وهذا شيء جميل جدا. العملية التي خطط لها من أقوى الفرق تدريب وتأهيل للاقتحامات للجماعات الإرهابية من الكوماندوز كما قلت لك الفرقة السادسة، وذات الدعم من الفرقة الثانية، الدعم والإسناد القوي، فشلت مقارنة بالأخرى. تم قتل فيها حدود 25 مدنيا بينهم 10 أطفال. منذ اللحظة الأولى للعملية الأهالي انتبهوا لبدء الهجوم وردوا بإطلاق رصاص آخر. تم قصف المنطقة التي كانت، وتم كذلك قتل أحد الجنود الأمريكي وأصيب، وكذلك بعد ذلك بدقائق تم القصف مرة أخرى. فعندما تسيطر على جماعة إرهابية، أهم شيء ما يمتلكون من معلومات، وأغلب هذه المعلومات تكون إما في اللابتوب أو في أجهزة التليفون أو في بعض السيديات والأوراق. بعدها قام الرئيس الأمريكي شخصيا بتصريح بأن هذه العملية ستمنحهم العديد من المعلومات والمستقبل وكشف كثير من الشبكات، ونحن نعلم جيدا أن المنطقة شبه تم قصفها فلا توجد هذا الأشياء. مقارنة بالعملية التي تمت مؤخرا في القبض، هي لم تستغرق 10 دقائق، لم يراق دم، قطرة الدم. تم السيطرة على أجهزة اللابتوبات. الأمير هذا هو أصلا كان المسؤول المالي، ووجدت مجموعة مبدئيا حسب التصريح لو في تكتم على هذا الأمر، مجموعة من الحسابات المالية مرتبطة في شبكات أخرى خارج اليمن، ممكن في أفريقيا كصومال، أشياء زي كذا، كذلك أجهزة التليفون الجي بي إس. طيب البعض بيتحدث عن ربما وجود ارتباط أو تحالف ما بين الحوثيين وداعش، هل هذه الفكرة مطروحة فعلا؟ هل هذه معلومة حقيقية أم هو تكهن أم ماذا؟ أنا أصرح لأول مرة أو حصريا على قناة تن
بأن أحد أعضاء المجلس السياسي للحوثيين وأثناء زيارته مع علي أبو الحاكم وهو يمثل الجناح العسكري لأحد السجون اليمنية ومعهم مجموعة من المعتقلين من الجماعات الإرهابية، قال لهم بالحرف الواحد: أنتم الرجال وما نقوم به من اعتقالكم لا يجوز، ولكن هكذا تدار اللعبة. الجماعة المعتقلين الإرهابيين في السجون الذي تحت سيطرة الحوثيين ينعمون بخصائص ومزايا لا توجد، ويستخدمون الإنترنت ويحظون بالدعم وتعامل وكأنهم قادة. والإرهاب المحتجزين، نعم، لدى جماعة الحوثي، لدى السجون الخاضع للسلطات الحوثية. من من يعني من هم هؤلاء المحتجزين اللي بيتمتعوا بهذه هم المزايا؟ في محتجزين الأمن السياسي سابقا، الجماعات سابقة كانت موجودة. كذلك تقريبا قبلها بفترة كان هناك تقديم ملف انه تحويل المساجين اليمنيين في غوانتنامو الى اليمن، وكان هناك انشاء لمواصفات سجن بمواصفات خاصه لهذا الامر. ولكن يوجد معتقلين سياسيين ارهابيين في السجون اليمنيه سابقا، وكما قلت لك يخضعون لامتيازات خاصه واعاده التواصل مع اخرين. إلى أي مدى أصبح الأمر صعب ومعقد في الخريطة اليمنية بعد كما أشرت وأشار الكثيرين إلى ربما أن تكون هناك خلايا نائمة لداعش، بالإضافة إلى الحوثي وكم الخروقات والمشاكل والانتهاكات من قبل الحوثي ضد الشعب اليمني؟ إلى أي مدى أصبح هكذا المشهد معقد؟ دعنا ننظر إلى الجماعات المتطرفة، يعني نحن كيمنيين عندنا عدة مسميات: تنظيم الدولة الإسلامية، جيش أبيان في حضرموت، تأتي فترات كان من لا يصلي يجلد، متواجدة بكثرة وتوجد معلومات عن هذا الأمر بشكل غير عادي. ولكن في المحافظات الخاضعة للسلطات الحوثيين هم يتعاملون، يعني كما قلت لك، الموت الأمريكي، الموت الإسرائيل، الشعار هذا هو في ذاته يعني يتفق تماما مع توجه الجماعات الإرهابية الأخرى. ونحن نقول اليهود جدهم واحد، يعني مهما اختلفت مشاربهم لكن الفكر الأيديولوجي، القتل، الدم، الإراقة، الاستباحة، نفس المنبع. طيب، الطائرات المسيرة هي سلاح الحوثيين في الغارات ضد المدنيين في السعودية، من أين لهم بهذا السلاح؟ طائرات الدرون، طبعا هو عندما أعلن المتحدث الرسمي للقوات الحوثية أو الميليشيات الحوثيين سريع في فبراير 2017 أنها ستدخل الخدمة القتالية لديهم، وأنها ستكون، وأن الأهداف العسكرية أو المناطق العسكرية السعودية أو الإماراتية ستكون في هدف لها، منذ تلك الفترة وهم يمشون عبر مخطط ولم يتم التعامل مع هذه التصريحات بحزم جدا. يعني حتى انها بدات تدخل، يعني كانوا في البدايه يتعاملون معها على انها طائرات تصوير، يعني ليست مجرد من اكثر من كذا، واين لهم من هذا، وشاهدنا جميعا حمله التغريدات والاستهزاء. يا سيدتي، المخطط كان من وقت باكر جدا. انا تذكرين نحن كجمهورية يمنية لم تكن بيننا رحلات خطوط جوية بيننا وبين إيران، لم تكن بيننا علاقات، شيء بسيط رمزي يعني. عندما طلع محمد علي الحوثي في بداية تقريبا، حصل أنه في أسبوع واحد تم عمل حدود ما يقارب 14 رحلة جوية للطيران اليمنية ما بين صنعاء وطهران. تلك الفترة كانت كفيلة جدا بترحيل الأجهزة الفنية، ولأنه قد كان المشروع لم تنسيح الأحداث، كان مخطط ومزمن وبرؤية واضحة لديهم.
ولكن لم ننتبه لهذا أو لم نتوقع خير هذا الأمر. بعد ذلك يعني نحن كمنظمات نتهم مبعوث الأمم المتحدة برضو بأن طائراته وزيارته المتكررة التي تصل إلى 3 مرات إلى 4 مرات في الشهر الواحد إلى صنعاء، والذي لم تحدث في حياة أي مبعوث، ودون أحيانا نتفاجأ بوجوده في صنعاء دون يعني علم أو لماذا سيأتي. ونحن نعرف في البروتوكولات السياسية سيتوجه المبعوث لمناقشة مع كافة الأطراف ويتم قبل السفر إعلان هذا الموضوع تصحيح. لكن للأسف جريفيث محضر اتهام لدينا كمنظمات، جزء منها في تهريب مجموعة من الضباط الإيرانيين عبر طائراته، جزء بتهريب قيادات مصابة، جزء بتهريب أجهزة كذلك أخرى إلى الحوثيين، إلى جانب أنه تم تهريب، طبعا تم تهريب السلاح المتواصل. نحن نجاور الصومال، والصومال بلد نعرف أنه مرتعل لأنواع الأسلحة، وبتواطم عند صفقات معينة يتم ترحيلها عبر موانئ غير رسمية لسواحلنا، وتمر عبر عصابات معينة لتصل إليهم. طب كيف تقرأ صمت المجتمع الدولي جراء ما يحدث من الحوثيين، وخصوصا عندما نتحدث عن أن هناك مدنيين بيتم الإغارة عليهم من قبل الحوثي في السعودية؟ يعني قراءتك لهذا الصمت الدولي بما تفسر؟ السؤال هذا هو وجع، الوجع الحقيقي لنا كيمنيين وللعالم يعني. وستثبت هذه الأيام أن مأساة اليمن لم تشهد يعني من سابق، رغم أن شاهدنا جرائم أكثر بشاعة في البوسنة والهرسك وهذول، لكن التعامل الدولي البارد ولا إنساني ولا أخلاقي الذي تعمل في القضية اليمنية لم يسبق له. هم يقولون الآن أن المبعوث الأممي يسعى لوقف إطلاق النار، أي إطلاق نار، وأنا حتى هذه اللحظة هنا أدخل الاستوديو يقتل، يتم قتل اليمنيين. هم الآن اليوم تم قصف مستشفى وإحراق دورين بمدفعية، الدور الثاني والثالث، وتعتبر من المستشفيات الوحيدة أو المحافظة بأكمل يعني يتجاوز عدد سكانها 22 مايو. أي وقف سلاح، وهو لا يعترف لغم بمسمى، نحن كمنظمات نرفع تقارير عن الانتهاكات والمثل. هو يعني في كل الأعراف والقوانين الدولية في العالم أن اللغم محرم استخدامه بذلك. هذه الألغام يا سيدي لا تستخدم في مناطق عسكرية، تستخدم وتزرع للمواطنين يعني مواشي نساء أطفال، وحينما لا يرفض تسميتها ألغام ويسميها مقذوفات. على مستوى الوطن العربي بالكامل اللغم لغم، لا يوجد مقذوف. يعني من هنا تأتي لك القصة بالأكمل، لم نستطع توقيف يعني في محافظة تعز أحيانا تدك ما بين الليلة إلى 50 إلى 70 مدفعية، ضربة مدفعية على مستوى كافة الاعتقالات، على مستوى كافة المصادرات، صرف الحقوق، أي لدرجة أن لم يصل في العالم أن تفتيش فجائي إلى تلفونات المواطنين، وسواء ناشط أو غير ناشط بس يعتقل وبعدين يتفاوض مع أهله. إن حتى داعش ارتكبت بالنسبة للمجتمع الدولي مؤخرا صرف السيارات الأخيرة تويوتا للجماعة الحوثيين في ميناء الحديدة، والذي قالوا لنزع الألغام. لا توجد يا سيدتي خرائط لنزع الألغام، لا توجد من يزرعوها رعاء ليس فنيين، وجزء منهم ماتوا ولا يعلمون أين من يزرعون الألغام بطريقة أحجار بطريقة لعب، وهذه تقارير موثقة وليس مزايدة إعلامية، وهذا كله أمام مرأة من العالم. يدمرون صوامع الغلال ويحتجزون كمية مهولة من الغذاء بينما الشعب يموت، وهذا بمرأة ومسمع من الأمم المتحدة. نعم، يعني ربما
أزمة اليمن ما زالت مطروحة، ونتمنى طبعا من الله بداية ليس من المجتمع الدولي ولكن من الله أن تنحل هذه الأزمة سريعا ويعود الشعب اليمني مرة أخرى كما دائما عهدنا اليمن السعيد. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ عبد الكريم الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن. أولا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من العرب في أسبوع، ملفات كثيرة نفتحها مع حضراتكم كل أسبوع يوم الخميس 6 مساء، حتى نلقاكم، إلى اللقاء.